محمد عبد الغني، شركه دلتا مصر للبلاستيك. شغالين في مجله عبوات من سنه 1997. احنا شركه عائليه بنقدم للسوق المصري عبوات تصلح لكافه الاغراض، كل اغراض التعبئه او كل مستلزمات التعبئه بنقدمها من حيث العبوات، الاغطيه، يعني بنقدم حلول للمصنعين والمنتجين للزيوت نباتيه، زيوت طبيه وعطريه، خل، عصائر، عسل، اعسال، عسل ابيض، عسل اسمر، زبده فول سوداني، شوكولاتات، كل الحاجات دي بتتعبى في المنتجات عندي. احنا بنستخدم افضل خامات، في منها خامات محليه بتتصنع هنا في مصر من شركات عالميه، وفي حاجات سبيشال بنستوردها زي اي مجال. يعني كل الخامات اللي احنا شغالين بها خامات فود جريد، ملامسه للغذاء والدواء، معانا شهادات بالكلام ده. طبعا بنعمل تحليل، عندنا معامل جوده على اعلى مستوى بحيث ان احنا نقدر نقدم افضل جوده للسوق، الجوده اللي تخليك تقدر تنافس المنتج المستورد. يعني اما تعبي المنتج بتاع حضرتك عندي في العبوه بتاعتي هتلاقي منتجك بيتحط على الرف ينافس المنتج المستورد. طبعا احنا بنصدر معظم دول العالم، صدرنا لها شغل عن طريق، صدرنا عمان، صدرنا السعوديه، صدرنا الكويت، صدرنا فلسطين، صدرنا اماكن كتير. والله احنا عندنا حاجات بتبقى ستاندر، يعني اقدر ابيعها لاي حد، دي بتبقى اشكال خاصه بالشركه عندي. في عملاء بتحب يكون ليها الشكل الخاص او المميز ليها، زي منتجات كتير عندنا في السوق هتلاقيها واخده شكل مميز، عامل فاميلي سايز، يعني الشكل واحد بس السايز بيختلف.